السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نتعلم كيفية تحويل البلوك من الأوتوكاد إلى الريفت. كيف نحول هذا البلوك من الأوتوكاد ونحوله إلى فاميلي بداخل الريفت؟ بالبداية نشوف الوحدات اللي متكون منها هذا البلوك. نقيس ثلاثين، يعني بالسنتيم. الوحدات مال هذا البلوك بالسنتيم. نكون فايل جديد، رايت كليك في هذه المنطقة، ثم نختار اوبشن، ومن الاوبشن نختار اليوزر بريفرنسز، ومن اليونت هنا نختار الوحدات واللي هي سنتيمتر سنتيمتر. ابلاي، اوكي. وايضا نكتب units وهنا من الانستركشن سكيل نختار مول انج، نختار ايضا السنتيمتر، نضغط اوكي. هسه نجيب البلوك بهذا المخطط، نختاره هذا البلوك، شيفت زائد كنترول سي، نختار هذه النقطة، ثم نروح كنترول في، ثم نكتب صفر تاب صفر، نضغط انتر. طيب هسه نختاره، ثم R اختصار Rotate أو RO Rotate، ثم نختار هذه النقطة، ثم R اختصار للرفرنس، ثم نختار هذه النقطة وهذه النقطة والمدة. أوكي، هذا هو البلوك، هذا البلوك الأول وهذا أيضا البلوك الثاني. نختار البلوكات الأخرى ونحذفها. نتأكد هنا أنه عندنا هذا جزء بلوك منفصل عن هذا. إذا ما كان عندنا يعني بلوكين فنضطر إلى أنه نسوي بلوك. شلون نسوي بلوك؟ نختار الجزء اللي نريده ونضغط B سبيس، يظهر لنا هنا البلوك ديفينيشن. نختار البيك بوينت مهم، فرضا هذه النقطة، ونكتب اسم البلوك. بما انه احنا عندنا بلوكات فما نحتاج هذه الخطوة. اوكي، هسه نروح نسيف البلوك، نقول سيف اس سيف اس، نكتب ويتنج شير، ثم نسيفه. وايضا اتاكد ان الاصدار يكون اقدم من اصدار الريفت، هنا اختارت 2010. اسيف. طيب اغلق وافتح الريفت. من الريفت اروح للفاميلي نل نيو الانجليش، ثم اختار المتريك فرنتشر، هذا اختار المتريك فرنتشر، اقول له اوبن. طيب بالبداية اروح الى المانج واتأكد من الوحدات، احول واللينث بالذات اللينث احولها الى سنتيمتر. والديسمال 1 واختار انه الوحدات تظهر لي، اقول له اوكي. اوكي، هسه اروح للانسرت امبورت كاد وديسكتوب واختار الفايل. طبعا اترك الاوتو يعني الامبورت يونت اتركها مثل ما هي يعني بالخيار الاوتو،
وهنا اختار اوتو سنتر تو سنتر، اضغط اوبن. هذا هو البلوك مثل ما تشوفون، فهو يعني اجانا جروب واحد. فاروح للاكسبلود، اسوي له اكسبلود. اذا نضغط على هذا السهم اكو نوع من الاكسبلود، فول اكسبلود وبارشال. انا اختار البارشال. ليش اختار البارشال؟ حتى يجزئ لي اياها الى البلوكين اللي كونتهم بالبدايه. مثل ما تشوفون هذني هن البلوكات. طيب اللي هو يعني هذه البلوكات اللي هو التيبل والتشير. اروح الى الموديفاي واختار الفاميلي تايبس. من الفاميلي تايب اضغط نيو بارامتر. من النيو بارامتر من التايب اوف بارامترز اختار يس اند نو، يس اور نو. ومن هنا اختار الفيزيبيليتي، وهنا اكتب تيبل. اخلي اختيار تايب واضغط اوكي. اكرر العملية، التايب يس اور نو، والجروب فيزيبيليتي تايب اكتب هنا شير، اضغط اوكي. هسه عندي شير والتيبل. هنا هسه التايب نيم، التايب نيم اكتب التايب الاول الويتنج شير. الويتنج شير هذا التايب راح يحتوي على الشير وعلى التيبل. وممكن اسوي تايب ثاني اللي هو بس التيبل، ممكن احتاج بس التيبل. اختار التيبل وهنا أنا الغي تفعيل الشير، فبالتالي راح يظهر لي فقط التيبل. هنا الفيزيبيليتي هاي العمليه اللي دا اسويها، الاظهار اظهر فقط التيبل. اذا اختار الويتنج شير راح يظهر لي التيبل والشير. اذا اختار بس اكون نوع جديد شير، هنا الفيزيبيليتي اخلي بس الشير. اوكي واضح. هسه نضغط اوكي. هسه نختار التيبل، ومن الجرافيك اذا تشوفون هنا من الجرافيك اختار الفيزيبيليتي، اضغط هنا بهذا المستطيل، بعدين اختاره شنو هذا، هذا تيبل، اقول اوكي. هنا اختار الشير، الفيزيبيليتي التابعه له اللي هو شير، اضغط اوكي. هسه اللي راح يصير شنو هو، خلينا نسوي مشروع جديد، نسوي كرييت مشروع جديد وحتى نشوف شنو اللي راح يصير عندنا. فقط اي مشروع نكونه. اوكي هسه اروح الى لود انتو بروجكت. هذا الفاميلي اللي كونته اللي هو الويتنج تشير. الويتنج تشير اذا ضغطت هنا راح يطلع لي انواع التايب مال هذا الفاميلي اللي هو ثلاث انواع، ثلاث تايبات. اوكي خلي استنسخه حتى نشوف شنو الفرق بيناتهم. كوبي هذا الاول راح اتركه مثل ما هو الويتنج تشير. الثاني ايش راح اسوي؟ اخلي نوع مالته تيبل. شوفوا ظهر عندي بس تيبل، الفيزيبيليتي مالته فقط تيبل. هذا النوع الثالث راح اختار فقط تشير. فبحاله انه اذا احتاجت فقط التيبل او فقط التشير ممكن اختاره من يعني احدد النوع مالته من هنا. زين
إذا ردت أكرر هذا الشير والتيبل أخليه من الجهة الثانية، مثل ما يعني إحنا الفاميلي مالتنا مثل ما تشوفون هنا كرسيين وتيبلين، وهذا هنا لا ثلاث كراسي وتيبلين. شلون أسوي هذا الشيء بالربط؟ زين نروح هنا للفاميلي ونسوي array، نختار الشير، بس اختار array، ما اختار last، اختار second. هنا أنا هذا second، اختار عدد الكراسي من الليبل، add parameter، وش اقول chair number. اوكي نعيد المحاولة، الشير نمبر 2 نسوي 3 نقول اوكي، مثل ما تشوفون ابتعد. زين هسه اريد اسوي هذه المسافة من هنا، اساوي هذه المسافة شلون؟ اضغط هذه المسافة وهذه، وهنا اختار هذا الدايمنشن، واروح الى الليبل اسوي create parameter. شنو هذا البارامتر؟ اكتب دي، فقط دي، ثم اوكي، وهذا اختاره، وايضا اكتب دي. شوفوا صار نفس المسافة. زين اذا اريد اقلل الدي هنا المسافة بيناتهم الى 15 سنتيم، لا اريدها 5، اضغط اوكي، شوفوا المسافة قلت. زين هسه ايش احتاج؟ احتاج هذا الكرسي هذا التيبل ايضا بهذا المكان. زين شو اسوي؟ اسوي كوبي واختار المسافة منا لهنا، هذه المسافة. هذه المسافة ايش راح تساوي؟ تساوي عدد الكراسي في عرض الكرسي زائدا الدي، او اي نعم الدي في عدد الكراسي زائد 1، عدد الكراسي اللي هي عدد السبيسات هذه زائد 1 زائد هذا السبيس الاخير. زين شو احتاج؟ احتاج ايضا عرض الكرسي اللي هو هذا، عرض الكرسي اختاره، اكتب W عرض الكرسي، اكتب اوكي، وهذا ايضا احدده ب L مثلا. اوكي زين نروح ونكتب هذه المعادلة، ال L يساوينا عدد الكراسي، قبل ما اكتب عدد الكراسي ال W اللي هو عرض الكرسي ثابت هذا، فاسوي له لوك، اقفله ما غيره، ما اخليه يعني انه امكانيه تغييره. هسه نكتب L يساوي chair number. طبعا ننتبه الى انه الكتابة هي نفسها تكون حتى من حيث الكابيتال والسمول لتر، chair number في شنو؟ في W عرض الكرسي زائدا قوسين chair number في ال دي المسافة بين الكراسي زائدا 1، نضغط كلوز مرتين، نضغط ابلاي، اكو عندنا خلل، خلينا نشوف شنو هذا، دبليو هذا القوس زائد، اقول ابلاي، شوفوا هنا ال L تغير،
كان مترين وعشرين أظن، صار مترين وسبعة. نقول أوكي ونشوف مثل ما تشوفون. هسه شو نسوي حتى بس نتأكد؟ نغير عدد الكراسي إلى 2 مثلا. أبلاي مثل ما تشوفون. لكن أكفد فد مسألة هنا، المسافة أكبر من هاي المسافة. ليش؟ احنا قلنا الدي زائد واحد، هذه زائد واحد. لا، هي المفروض مو دي زائد واحد، المفروض شير نمبر في دي، نسد القوس زائدا دي، نخلي قوس هنا ثاني بس نتأكد. نقول ابلاي. مثل ما تشوفون المسافة صارت مساوية عندنا. نغير الى 4 كراسي او 6 كراسي. نقول اوكي. اشتغل زين، فقط هم نتأكد بس المسافة نصبت. ممتاز. فبهالطريقة نقدر نخلي اي عدد من الكراسي. زين، هسه شو نسوي؟ احنا نريد يعني 3 انواع من الكراسي هذا، اما 3 كراسي او كرسيين او 4. فبهالحالة شو اسوي؟ خلي اعدل هذا، هذا اعدل عليه، اسوي له rename waiting chair 2 او 2 waiting chair. اوكي، هسه نكون واحد جديد ثاني، new 3 waiting chair، ونعدل الرقم الى 3 و 4 waiting chair، وعدل 4، اضغط apply. اوكي زين، اسوي هسه load override. شنو اللي صار عندنا؟ هنا اذا يعني تشوفون هنا كرر لي اولا، خلي بس نغير الانواع، خلي نختار هذا الفاميلي ونغير الى 2 waiting chair. هذا 2، ممتاز. هذا خلي هم نغيره الى 3 waiting chair، ممتاز. وهذا طبعا هو 4 waiting chair. اوكي، اذا هذه الانواع الثلاثه اللي سويناها اخر شيء مضبوطه. نروح نقدر من هنا نل تشير مثلا، هذا نغير يعني نغيرها، نغير هذا التشير والتيبل، خلينا نحذف التشير، نروح للتيبل نغير اسمه، نقول two chair without table. اوكي، هنا نختاره، فنمبر اوف chair نخليه 2، والchair نختاره والتيبل نشيله without table، فنقول apply. اوكي اوكي اوكي، هسه شو نسوي؟ هسه نحفظ الفاميلي مالتنا باسم جديد، حتى اذا حملناه للمشروع راح يقرا كفاميلي جديد. فسيف اس فاميلي ونسميه waiting chair. سيف لود انتو بروجكت. تشوفون الفاميلي القديم ما غيره، لكن راح يكون فاميلي جديد. خلينا نكون فد 4 من عنده. هذا الفاميلي اسمه شنو؟ waiting chair، بينما هذا كان اسمه كان ماخذ الديفولت فمسميه family 2. خلينا نحذف هذا الفاميلي، واذا ردنا نحذف طبعا هذا حذفناه من البرو بس باللايبرري موجود، فنقدر نروح من الفاميليز من هنا من الفرنتشر، لان اخترنا نوع الفاميلي فرنتشر، وهذا شوفوا نختار هذا family 2، نضغط ديليت فنحذفه. الويتنج تشير هو هذا موجود عندنا. اوكي زين، هسه
هذه الأنواع. نختار الأول مثلا، نختار waiting chair without table. شوفوا tables راحت. هذا مثلا three waiting chair، هذا نختار four waiting chair، وهكذا. وبالمناسبة حتى هذا اللي هو يعني مكتوب عليه، إذا يعني روح مكتوب مثلا two waiting chairs، شو نقدر نسوي؟ نقدر نسوي duplicate ونقول five waiting chair، أقول أوكي، ومن أنا أنزل وأكتب number of chair 5، أوكي، وممكن دي أكتبها مثلا 20، أوكي. طبعا هذا ال هو لوك لأنه معادل، وهذا أيضا هم يعني لوك، يعني ما نقدر نغيره. المهم نكتب أوكي ونشوف شنو النتيجة. مثل ما تشوفون، أولا 5 waiting chair، والمسافات ماتن صارت شقد؟ صارت 20. وممكن نعدل، لا نقول 20 هواي، ممكن نختار 5 سنتيم، نضغط أوكي مثل ما تشوفون. وبهذا انتهت هذه المحاضرة، أرجو أن تكونوا استفاديتم منها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.